حبيب الله. الله يا غالي فرحة الدنيا بميلادك، نورت بيك الليالي لما بالخير جه معادك، كل شبر مشيت عليها تحت قدمك فخر بيها، رحمة للعالمين محمد كل أرض الله بلادك. يا حبيب الله يا حبيب الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم الأنبياء. نتحدث اليوم عما دار في السنة الخامسة للهجرة عن أحداث مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنبدأ بما حدث في جمادى الأولى من السنة الرابعة للهجرة. سمعت أن أبا سفيان يحشد الصفوف لملاقاة محمد. نعم يا أخي، سأكون أول المحاربين هذه المرة. وتتركني وحدي يا أخي؟ لا تخف يا أخي، سأعود إليك منتصرا على محمد. يا قوم، لقد توعدنا محمد بحرب لا هوادة فيها يوم بدر، وها هو يقترب، فإلى القتال. فلنضع نهاية محمد وأتباعه هذا العام، فأعدوا عدتكم. إلى النصر، إلى النصر. أبا سفيان، ما لي أراك صامتاً؟ تبدو غير متحمس هذه المرة. لا 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 شيء، أنا سأقود المعركة وسننتصر. الأخبار الواردة من مكة تؤكد أن المشركين يعتزمون الذهاب إلى بدر لملاقاتنا مرة أخرى. رسول الله سيخطب في المسلمين بعد صلاة العشاء، لننتظر ما سيقوله. لا أدري ماذا يريد محمد وأتباعه. ما فائدة الخروج لملاقاة قريش مرة أخرى؟ ألم يتعلموا مما حدث في أحد؟
وماذا ستفعل يا سيد الأوس والخزرج؟ إنهم سيطالبوننا بأن نحارب معهم. نحن لن ندخل في حرب لا شأن لنا بها، ولكن هذه المرة سنقوم بدور مختلف. يجب علينا أن نثبت همم المسلمين فنجعلهم لا يرغبون في القتال. سننتظر ما سيقوله محمد وبعدها سنتحرك. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جموع المسلمين بالمدينة، مذكرهم بما انتوته قريش من ملاقاتهم في بدر مرة أخرى، وأن عليهم الخروج إليهم حتى يفعل الله ما يريد. ولكن يا محمد، هذه حرب لا داعي لها، فقريش في مكة وأنت هنا، ولا يوجد داع لحرب في بدر مرة أخرى، فلنتركهم ونظل هنا. نحن لا قبل لنا بحرب جديدة مع قريش، لا داعي لها. وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم همهمات الجميع وأبلغهم بخروجه إلى ملاقاة قريش في بدر على رأس 1500 مقاتل، وولى على المدينة عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. تختار عبد الله ابني يا محمد ولست أنا؟ وخرج الرسول على رأس جيش قوامه 1500 رجل في طريقهم إلى بدر، ووصلوا إلى بدر قبل المشركين، وأقاموا بها 8 ليال كاملة. وأين كان المشركون وقتها؟ أبا سفيان، لا أدري لماذا أراك صامتا لا تتحدث، ليس هذا من طباعك. يبدو يا أبا سفيان أن أمر هذه المعركة لا يروق لك. ليس الأمر هكذا، ولكن سيدي القائد أبا سفيان، لقد اقتربنا من بدر. توقفوا توقفوا. ما الخطب يا أبا سفيان؟ اسمعوني جيدا يا قوم، إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، فإن عامكم هذا عام جدب، وإني راجع، فارجعوا ارجعوا.
ماذا تقول يا أبا سفيان؟ ماذا تقول؟ هل جننت يا أبا سفيان؟ أنا عائد، فأكملوا أنتم إذا أردتم. لقد جن الرجل. يا لعارك يا هند يا بنت عتبة، يا زوجة من كان سيد قريش، يا للعار! اصمتي يا امرأة، اصمتي وإلا قطعت عنقك. تقطع عنق امرأة وتهرب من مواجهة محمد؟ ماذا حدث لك يا أبا سفيان؟ إنك لم تفعل هذا قط، فماذا حدث؟ لا أدري، ولكني لا أريد محاربة محمد هذا العام، لا أريد. هل أحضرتم معكم محمدا يا جيش أبي سفيان؟ لقد خرجوا ليشربوا الخمر في الهواء الطلق. لما كنا أعلم أن محمدا يخيف إلى هذه الدرجة. حسرتاه على قريش وسادتها. وبدا موقف أبي سفيان غامضاً ومحيراً، ووقى الله المسلمين من شر المشركين. وماذا كان من أمر رسول الله والمسلمين المرابطين عند بدر؟ لقد رجع المشركون إلى مكة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها مشيئة الله، وأمر جنوده بالعودة إلى المدينة. الأثواب والأقمشة هنا أفضل، أفضل الأثواب والأقمشة. بكم هذا الثوب؟ بخمسة دنانير. لقد أصبنا بضاعة جيدة هذا العام في سوق دومة الجندل. علينا أن نعد القافلة للرحيل، فأمامنا طريق طويل. اطمئن يا حارث، لم يأتي الليل بعد والطريق هادئ. ليتنا نسرع في الرحيل، فقد أحضرنا ما نريد من بضائع. ليستعد الجميع لرجوع القافلة. إنه لأمر شاق أن ننتظر قافلة لنغير عليها ونحصل على ما بها. يبدو أن القوافل لم تعد تسلك هذا الطريق. يا حنظلة، لقد أغرنا على عدة قوافل في اليومين الماضيين. لننتظر قليلا، ربما تأتي قافلة. انظر، حسناً، يبدو أنه يوم مثمر آخر، فلتستعدوا. أريد كل ما بالقافلة، وبخاصة النساء، ومن يقاومكم اقتلوه. النساء، ها؟ لا تنسوا النساء. سمعاً وطاعة يا حنظلة.
الجو مشمس اليوم، يبدو أننا سنصل مبكراً إلى ديارنا. ألم أقل لك إن الطريق هادئ وآمن؟ ما هذا؟ من أنتم؟ ماذا؟ من نحن؟ نحن من نريد ما لديكم. والله لن تحصلوا على شيء إلا على جثثنا. هيا قاتلوا، قاتلوا دفاعا عن النساء والقافلة. تقع دومة الجندل على بعد 600 كيلومتر من المدينة، ومن يقوم بالإغارة على القوافل هي قبيلة قضاعة التي تنزل قرب قبائل أسد وغطفان المتاخمة مع الغساسنة الموالين للروم وقيصرهم. أخبرني يا رجل، أين أجد رسول الله؟ إنه بالمسجد الآن. هذا ما حدث يا رسول الله، إنهم يغيرون على القوافل في دومة الجندل ويعطلون التجارة ويثيرون الرعب والفزع في هذه المنطقة. طمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل وأخبره بأنه سيدبر الأمر وسيرى ما يمكن عمله. لذا قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى دومة الجندل في 1000 من المقاتلين لإيقاف ما يحدث فيها وفرض هيبة الإسلام والمسلمين وحماية من يستجير بالرسول صلى الله عليه وسلم. رحقنا المختوم غالي وحبك ملينا، بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا. رحقنا المختوم غالي وحبك ملينا، بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا. ما انت اللي بيك فرح الحزين، الصراط مادت ايدين
الجنة وادينا، وصلت رسالتك يا نبي.